رنا، مين بيعجبك من المطربين الأجيال اللي هو الجيل الذهبي بيسموه؟ يعني انا بحبهم كلهم، انا بعشق ست ام كلثوم، بموت في احساس ورده، في حد بعشق بياخد سيلفي على فكرة هناك في والله. الخيمة؟ والله فايزه احمد متألقين، اشعل براحتكم. فايزة أحمد. فايزه احمد، فيروز، صباح، شاديه. شاديه دي يعني الاسطوره اللي لن تعوض. نجاة، سعاد حسني، انا بعتبرها مطربه من الدرجه الاولى. بجد؟ طبعا طبعا سعاد حسني كل الاغاني اللي غنتها في افلامها الحان تقيله جدا، الحان فيها غنى ومحتاجه حد يكون بيعرف يغني عشان يقدر يغنيها. فنانة شاملة الله طبعا يرحمها. طب ومن جيل الوسط؟ مثلا أصالة. طبعا اصاله، انغام، شيرين. لا خلي بالك شيرين تزعل منك، ليه؟ تعتبرها من جيل الوسط؟ لا هي مغنية شابة. اوكي والله انا ما اقصدش اي حاجه على فكره. أصغر منك على فكرة. ما ما تجيبيش عنديش اي لنفسك مشكله. مشكلة. انا بحب يعني، انا ببقى فخوره جدا لما بيبقى في فنانه عربيه وعامله ومحققه حاجه، وببقى فخوره جدا لما في فنانه مصريه محققه وببقى صحيح. وما سافر بره كده ناس تتكلم عن شيرين عبد الوهاب، انا ببقى مبسوطه جدا لما الاقي ناس تتكلم عن انغام ولا بتتكلم عن امال ماهر من بلدي. يا جماعه دول الناس اللي احنا بنتعلم منهم، ودول الناس اللي يعني ثمرة بلدنا. زي ما بيسموها كده القوى الناعمة. هو ده. القوى الناعمة.